Mas que sultán. Ahora su anda menos. Interaction can no menos. بسم الله الرحمن الرحيم مركه هوره سو دوادا مرتيده او نسو بوقته او نسو بوقته دلك ديبديسا يو ددكه سومااليهد حدا او بدن ددكه قرباوينتا قدر كنول قولن كانوا قولن كي جمعها وعاده انه انت بدن واسوان سو ما جرني او قدينا كدبنا وا اسك شيكيسنا وا انفورمال قولن سياسيه ديو قولن فورمال من ما هانجري لكن ما أنت وحن نصوب وغذي عبد المالك عردون يو فارح والله بذا والله بنين وحقرنا أكتفنا مركا كاسن كسر ويننا سد عادة وهاي جرتي بذنا إسبرش جود أيام سمينا كدبنا وحن قفك مركا نوي مادة ومرتدا وح يعني كلمة سينا كدبنا شق أحمد يا نصو حردونا وكلن كوبنا سكر دمبا دقيقة ذا كوبنا aan waxaan ku bilaabayaa isbarashada guud dadkani waa dadkii kullay oo furbaha ka yimid inta badan wqooyiga America iyo Europe ee meeshan degan ee ka shaqeysaas ay u badan yihiin ana ugu horeeyay hadda kullay oo mikrofoonka haya magacayga waxa la yiraahdaa Afyaro Cilmi waxaan ka yimid Canada waxaan macallinka ah jaamacadda Qatar political scientist ayaan assalamu alaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجيء وحال بها خالد عبد الله حسن. خالد عبد الله حسن. وحن كيمت مجلة تورنتو كندا. مجلة تورنتو كندا. ودن كان وحن جوا ستيت سنة. سنة كان ستيت في برسنسا. وحن أشقى يا سيتر ميديكال ريسيرش سنتر وهوسبيتال وومن اند تشيلدرن مارتي ودوي. رول كيغا أما بوزيشن كيغا ماشي هو تريجري مانجر. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وأحمد شيخ سومنة ودن كوحن جوجا كوي طبعاً سنة وحن كش شقيا استارك مستشفى حمد العام شقذي ذوحوي ومحاسب السلام عليكم مقعي وحلا حسين حكيم هذا إنجليزك حاول شقيا مشارب دوحة داونتاون وهاي بروجكت مانجر السلام عليكم مقعي هو عبد الرحمن عثمان علي وحن كشقي هانتي دور كودن كان وحن كهاي ستيت اوريتر ودن كان وحن جوجي وقت دير وحن كيم مقال هرقي سنة بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحا لي راه علي عيسى كرش بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وحا لي راه علي عيسى كرش وحان كايميد ودنك انكريسكا لندن وحان هلكن وشخيا استاد بروجكت مانجمنت وحان اهي كوست بروجكت مانجر بسم الله wa Nasir Bashir Yusuf waxaan ka soo safray dalka Ingiriiska hadda waxaan sanadkii shanaad baan ku jiraa hadda ii socda waxaan u shaqeeyaa kulliyadda caafimaadka Cornell waxaan ka caawiyaa dhinaca IT administration بسم الله الرحمن الرحيم magacay waa Farax Benin Boss waxaan ka mid ahay martida halkan joogta waxaan ka soo qayb galay shir caalami ah oo halkan ka dhacay oo laga hadlayay tarjumaada iyo jabal xidida waxaan ka socdaa xarunta cilmi baarista geeska Afrika magaalada Boosaaso albuma city
Hi, my name is Salman. Hi, my name is Salman, and I came from America, and I go to Qatar Academy Sidra, 5th grade. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي ناصر محمد علي. مريكن كمينيابلس بانك سوغوري. وضعك حد جوا 3.5 years ده حسابي بر. وحنو شقي دختر ك سيدرا ميديكال ريسيرش سنتر. قيبتو حن جوا فارمسي جوا. ترينيك بكا فارمسي سباناي. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي قوى سعيد سعيد عبد الله حسن وحان كيمي عرق انجريسكا هذا الوقت نكون حان شوغا سد حسن ايو حوغاير ومحاترا كتريسا فرا كتريسا وحان كشقيا سيدو ميديكال ريسيرش سنتر وحان مانج قريا اسيت كي ايو جراند فاندينك السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وحالي هذا كمال يوسف حاجيرد وحنوشق يا مواصلات مسؤولنا وحنك أهل learning and development تيضا يتو بركة. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معي هو عوالي حسين عبدي هذا وحنك يمد في مجال كندا كنت أقول لي هذا إدمنتون waxaan halka ku cusbay waxaan joogaa shan bilood bishii sanad baad ay socota waxaan macallinka ahay kulliyad kanadiyana oo magaalada ku taalo oo la yiraahdo College of the North Atlantic waxaan ka dhigaa cilmiga human resource-ka fanka maamulka xiriirka shaqeeya iyo loo shaqeeya ama tanti. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقدم بيا مقعي هو أحمد الشيخ يوسف عمر وحان رنتي كامد لندن ودن كان وحان جوغا لبس سنيبر رنتي عادي إسكان وقنع سلا ما هزنيت أوكي ما هزنيت waa mahadsantihiin waxa halkaas noogu soo dhamaaday isbarashadii waxa kaliya hon rabeeyay inaan xuso kulankan aniga 9 sano dalka jooga wuxuu bilowday hortay soo socdaan ku soo biiray jimcayaasha marka dadkii nagu horeeyay hadda intoodi badnaa way ka tageen dalka way ka tageen laakiin iska socdaa maxayd marka meesha la tagaayo wax isbedel karta laakiin uu socday oo intii muddo dad fara badan oo Soomaaliyeed oo marka rabay inay meesha aan soo guuraan ku yimid maadaama hadda aan online ahay odayaashii kulankan Cabdullaahi Faarax iyo Uusmaan iyo waa laga yaabaa inay na dhageysanayaan hadda dib noqday laakiin anigu kulli markaan imid 9 sanoad ka hor uu socday jimcaha saana la isugu imanay inta badan waxa isugu iman jiray dadka oo qurbaha markaa ka yimid Soomaalida inta kadib waxa maadaama ay dad martiye nala joogan annaga hadalkeen waa iska kooban yahay marka badana dadka martida ah ee Soomaalida ah markaan u yimaada ayaan dhageysana kuwa siyaasad u socda kuwa aqoon u socda mar walba cidun baan soo mari jirtay oo soo dhawayn jirnay marka hadda waxaan rabaa inaan dadka martida ah labadan martida noo ah Cabdi Malik iyo ninka la yiraahdo Faarax aan ku wareejiyo bal inay ayaguna dhowr eray ay ka yiraahdaan Faarax. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا ودين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورنتي وحن مهاتس كلا إلهي سبحانه وتعالى وسكن كاني إنه عافي ما تقبنا ونعكسن وسعود كني وان دبات جرين تاس أيا مركب ورسان إلهي وقم هاد علينا لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد.
marka ku xigta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa jaaliyadda magaalada Dooxa Degan oo si wanaagsan isugu xidhan oo leh majliskan la isugu imanayo jimcaha ah oo lagaga hadlayo waxyaabaha maaragtay kala duwan oo hadday ahaan lahayd iyaga dhexdooda iyo wadankeenii iyo guud ahaan waxa caalamka ka socda in la iska wareysto way fiican tahay. Sidoo kale annagana si wanaagsan ayay noo soo dhoweeyeen oo ilaa hadda ay maaragtay magaaladii hadba waqtida wuxuu socdaan aanu la soconayno, marka taasna waan idinka mahadcelinaynaa. Waana inta waajib oo Soomaalida waxa loo baahan yahay waa waxaynu caan ku ahayn ikraamu dayf ama qofka in la soo dhoweeyo fariin weynna uu ka qaadayo markuu ku noqdo waddankiisii inuu halkaas wuxuu kala soo kulmay ayuu markaa wuxuu ka yahay ergey ama rasuul waxa af carabiga lagu yidhaahdo. Marka taas mar labaad iyo mar saddexaadba waan idinka mahadcelinaynaa. Farxad bay noo tahay inaan idinla joogno oo dhacdooyin inta ka badanna ay insha allah aynu qabanno oo inala joogo wariyaha ama samawada Colton. Jaaliyaduna de inta way ka fara badan tahay, laakiin maanta waxaanu idinkala soo qayb galnay oo aanu idinkula qadaynaynaa miiskiinnii ama rukniginnii idiin socday muddada dheer inuu sii socdana aan rajaynayo. Marka wixii aan sheegi lahayn iyo wixii aanu anagu kusoo talagalnayba ama wixii warbixina waxaa insha allah deer si gaar inu u wada qaadan doonaa, laakiin maanta waa iska farxad iyo qada sharaf iyo martigelin. Aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa dhammaan dadkii kasoo shaqeeyay kulankan, sidoo kale Cabdimalik oo isna baahinaya waan u mahadcelinayaa. Waxaan rajaynayaa inay inoo sii socoto iyadoo inta kasii farxad badan iyo marti kale oo dadkan kasii teatar sarreeya inay isugu yimaadaan. Aad iyo aad baad mahadsantiin intaas aan kaga baxaya. Asalaamu calaykum waraxmatullah. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين دمانتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
waxaan doonayaa marka ugu horeysa muhaaye inaan la socodsiiyo dadka maxaa naga daawanaya daalada caalamka, inaanu joogno yani Soomaalida ka shaqeysa Qatar ayaan la joognaa. Qaar ka mid ah golaha ay isugu yimaadaan oo yani ay ku qadeeyaan maalmaha Jimcaha oo ay isku xog wareystaan, dabcan waxaa noloosha golaha in ama kulankan inaanu inuu ka madax bannaan yahay inaanu ahayn kulan siyaasadeed, siyaasada ama tajamuc xisbiya inaanu ahayn, laakiin uu yahay inay dadku halkaa ku kulmaan oo ay yani kala war qaataan maadaama toddobaadkii oo dhan la kala maqan yahay. Marka waxa weeye waa noogu yeedheen halkan ay noogu yeedhaan anigaiyo saaxiibkay Faarax inaanu maanta maxaa la qadayno annagoo dhowaan soo gaadhnay Qatar xarunteeda Dowxa. Waanu ku faraxsannahay runtii, waanu uga mahad celinaynaa, waxaanu idin leenahay jazaakum allahu khayr inaad muhaayay aada noo yeedhaan oo aadna karaamaysaan. Waxa weeye waanu xasuusan doonaa insha allah biidhni illahi alkariim barnaamijkan tooskaana dad badan oo yani maxaa daalada caalamka jooga way jeclaan lahaayeen inay ogaadaan dadkoodu yani duruufaha ay ku nool yihiin iyo waayahooda inay ogaadaan runtii si ay ula dareemaan hadday dhibi jirto, hadday guuli jirtona si ay farxad u dareemaan ayay markastaba jeclaan lahaayeen inay ogaadaan. Marka yani kolley waan idin dhegaysanaynay yani intii muhaayay gaar ahaan intii markii hore joogtay inkalena way inoo soo gashay waxyaabaha runtii maxay soo jiidanaya aniga Cabdimalik aan wuxuu ahaa yani shaqooyinkaad haysaan maasha allah waxa weeye shaqooyin maxay sharaf leh ayaad haysaan, shaqooyin maxay waad samayn kartaa, shaqooyin maxay karaamo leh ayaad haysaan. Waxa weeye qofka Soomaaliga ahi waxayna tusaysaa yani goob kasta uu joogo waxaa lagu sheegaa inuu guulo ka gaaro, dal kasta iyo deegaan kasta uu tago waxa weeye horumar ayuu ku tallaabsadaa. Ardadeenu dugsiyada dacalada caalamka ka dhigta waxay ka gaadhaan kaalmaha hore, dadkeennuna waxa weeye ganacsiga meel kasta ay ka furaan horumar bay ka gaadhaan, shaqada horumar bay ka gaadhaan. Runtii cunsurka insaanka Soomaaliga ahi yani waxa weeye waa mumayazaadka uu leeyahay, waxyaabaha uu kaga socon yahay basharka kale. Marka waxa weeye waxyaaba Ilaahayna siiyey, malaakada Ilaahayna siiyey baa jirta oo ay tahay inaynu ku faano oo aynu ogaano. waxa weeye waad guuleysateen, noloshood ku guuleysateen, Ilaahay idinku guuleeyo. Idinka iyo annagaba muxuu ahaay nolosha muxuu ahaay aakhiro insha allah biidhni illahi alkariimna. waxa weeye maalmaha ka mid ah aqoonta aad halkan muxuu ahaay siinaysaana waxaan rajaynaynaa in aad yani ay timaado maalin aad ay rajo fiican ka abuuranto dhulkiinii oo yani aqoontiina iyo juhdigiina iyo maskaxdiina runtii waxa u baahan yani dhulkiinii waa u baahan. Waan dareemi karnaa, waanan ognahay duruufaha kala duwan yani qofka kasoo kaxaynaya dhulkiisa. insha allah waxa weeye aqoontiisa aqoontiina iyo muxuu ahaay cuquushaas waxa weeye waxa u baahan muxuu ahaay dhulkii waxa weeye aqoontu way haajirtaa, dhulka way ka haajirtaa, dadkuna way haajiraan. marka waxa weeye insha allah waxa weeye cuquusheena inaga haajirtay waxa u baahannahay waxa la gaadhay xilligaa soo noqon lahay, waanaad maxay u diyaar garowdaan inaad maxay insha allah maxay ku soo laabataan yani dadkiini way idin sugayaan yani maxay aqoonta aad bixinaysaan aad shaqooyinkiina ku bixinaysaan jaamacada ka bixinaysaan yani kulli dhulkii waa looga baahnaa insha allah biidhni illahi alkariim. waxaan ilaahay ka baryaynaa dadkeenii dhulkii joognaana inay in badan gartaan oo waxa weeye dadka waxa weeye in dadka soomaalida aad arkaysaan in halkaa looga yeedho oo shaqooyinka maxay haboon la siiyo dad badan oo ajaanib ayaa jooga oo idin bedelay oo maxay dhulkiinii gartay in maxay idin doon maray oo ogaaday in waxyaabo badan laga qaban karo. marka soo laabtaan idin leenahay insha allah barakallahu fiikum soo laabta. waxaan mar labaad xasuusinayaa dalka Qatar baan joognaa, magaalada Dooxa dadkana daawanaya waa dad Soomaaliyeed oo shaqooyin kala duwan ku haya, laakiin waxay kaga socon yihiin dadkii maxay la kulmaynay maalmahan waxay kaga soo cayeen iyagu waxay ka yimaadeen dalalka reer galbeedka u badan yihiin ka yimaadeen, waxay ka yimaadeen Yurub iyo Mareykan bay ka yimaadeen, waqooyiga Mareykan waxay yimaadeen Qatar. su'aal baa igu taagnayd, aan doonayo mar dhow inaad iga jawaabtaan yani waxyaabaha idinku kallifay inaad maxay ka timaadaan dalalkii reer galbeedka oo aad Qatar u doorataan, taa lafteeda way nagu taagan tahay inaad maxay nooga jawaabtaan. sidoo kale kulankan aynu uga faa'iidaysano dadka uga sheekeeya yani maxaa fursad ay ku haystaan halkan yani fursadahaad idinku hesheen waa maxay, ila waxa weeye dadkii waxay doonayaan su'aalo badan bay doonayaan inay jawaabtooda helaan maadaama ay fursadan ay heleen. intaasaan kaga baxayaa mar labaad iyo mar saddexaad waan idinka mahadcelinaynaa inaad maxayna karaamaysaan oo aad noo yeedhaan.
سمعياش في صوص عضنا وحوي إن شاء الله وكبر لنا إنتاس وحوي ونسقي من دونا إنكم مواضيع كلا دوين مهاي كوه كذا دونا أنا ده حسوسيه سؤال من دوني أنا دي كسر عدي آه مهاي هل كان ما دام وقت ما دينا رجل بيت هل كان سيجارة محاد وقول دورتين ويا هل كان كشرنا بلدتك حوجا مدي الله بق وقطع التلفزيون كي ووريش بسم الله الرحمن الرحيم هرت أرنت كوا دربنا عن الشيء وحي تهاي ما أنت أنا جاي جوه رئيسه هنا كلن كاني ماذا ولك هي صاحب كي هانت أيام هذا يلس السعودية كلن كان يبروفيسور أفيري مركز أدي هذا أكفر حسنا هاي هنا كلن كان كخيب قالوا رنتي أنا جا وحن دوحة دجنا هاي سد حسنا يبر مركانا جوه رئيسنا كلن كان نكسر خيب قالوا إن كستو لديه كرو واحد في عنا له إن عن كصهر الماضي ما دام وقت دار المجال هذا دقنا لكن هصي شيء وحن كفر حسنا هاي إن عن ماشان كصه خيب قالوا أنا إنجليز كان دقنا إنجليز كان كيمت رنتي سؤال شنا أدويدي سوى سؤال أذي أدو في عن أنا خاصة هذان كهلو سبب تان ضاحة وإمت عروه ير يربان هيستا مركز محمود ملين يرقب ماشان فرادة بدن وجوجو وارق عيلة يرير هيستو مركز قلبات كا رنتي وحن ملين يا صومالي ذا ويكون رفاضين إنك استو وحبرشو يو محلها شقوين يو حالة فرادة بدن يكسو فايدستين لكن ظروف بدن ويسكجران مركز أنا خاصة صوتها دوحو يمد ولبا وح عروه تيد إنان سيو فرصة دينتا يا دقنك يا أخلاق دينا كبرتان قدر وأود المسلمين الحمد لله مركز وحاسب فإذا سبان لكلني أرنت الله بعندو حيتهاي شقوينك أود ونكسن عنشور ماشان ملسك قاضو قلبات كمريكن كي إنجليزي مالها صدرن عنشور بدن بالجرتو مركز وحن لي هني كل فكرة دي ذا الله وضع السبب هذا يدوحة يقول كلفتنا نماذو إنك استو أبال وين عوقب إنجليزي وأن مواطن إنجليزي أنا هاي لكن عربها أنا وأن كنا صناي غير كانوا ويكون نستنى الحمد لله مركز وجود بنا يا رجك عليه ما شاء الله معلومات بدن بهو عم بدنا سيسي بقى عاقة كمال يوسف حاجيرت كمال يوسف بسم الله الرحمن الرحيم هرت سؤال شا هدا وعبد مالك دت كويدي وسؤال قف كست جواب قارا لقيا بينو كبد حين كرو دت كسكو ظروف ما ولا أها إسكو جد ما أها مدك على دت كمشان جوجا إنتو ذا بدن مركي قلبات كجوجينا شقوين كأي هيان يك والله مده هي هيان عالم كين هاد الجلوبلايزد والنقضية وحلاقيها بعضات كقاركود حتى إني كمبني عالمي وشقيان وكمبني قاس عالمي جاي وأنتوا أسوأ بدلي عوالك على هاد الكنديان كمبني وشقيا واستعاد مركز قاركان بصوبة كلا دوانة ويه مادن إن عدين هالنقطة يعني باكجز كمركز ماشي كجرا هالنقطة مركز هاد الكور وحن حسستها نمبابة أنت إيه مت برنامج كامل مر كدو بسعيد ليه راح سعيد كحنوك مركز all in all أنت هاس جواب بدن هاد كم بيحن كرنا أو مدول قف والباهسي ماركتي وجه دجار هالجيا باينو ماشان ويمت عالم كنا وعالم طبعا سكفورنا طالن تجار رادينايا مركز هذي كمبنية قدر أي قرتين دت كان هذا قف كان وصومالي شقده أن هلاسي واسطل جو كان وما لين ما إنه جرو ماشان وما لين ما لكن أيقونة فرصة ما دي أقانتي خبرة دي إيه الحين باهدينا ماشان ويكجرتي هذا لبده قف عقد جاي مركا كونتركتي وده جلس إيه لبده بإني كويشيسي هنا أصل كتاه مركا سؤالش جواب هذا ده كده وده عميم إذا كم بحين كرنا لكن ما دام حل قدرنا للجوجو مرتدينا إنه جوكتو وحن جعلان لها إن كوريج شيء أحمد سومنة إنه قيبتنا أليست نص وكوبو ومركا قيبت الله بعد أن هدو أن 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 قالنا هذا
ha qadada kadib marka Sheikh Ahmed few minutes soo koob and then بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دمان ضدك كسوة قيب قلي كلن كان ساقع كلن كجمع ذا آد بأمها تسيهين مجلس كساقع مددير أي سوجي سان لسو عنه مركا ميزيدة أوفي عن أوليه وحا كميدة إن الإله سبحانه وتعالى مركز الاسكو حسوسيو marka la sheekeysto la kala warqaato in lagu soo koobo kelimad macna waxa weeye dadka waxa weeye waana iyo wacdo ah marka maanta hal xadiis baan rabaa inaan ka hadlo waqtiga gaaban dartii nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay la tazalu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'al 'an arba' waxa weeye maanka qiyaama markii la tago ruux kasta waxa la weydiinayaa afar su'aalood baa la weydiinayaa afarta su'aalood maxay yihiin عن عمره فيما أبلاه عن عمره فيما أفناه وحوي عمر جيسي وحو كتكسيي لحدان كي سنة تدواتان كي سنة أفرتان كي سنة الدنغو كن نوليد تدواتان كي سنة محيك عقاد أماتي وعن شبابه فيما أبلاه نعمة قار هو سيقار لسوي دين وي لالن يرنا وقتك لالن يرنا ماذا وحوي روحة وحوي يوحو كتكسيي لالن يرنا مديسي وحو كتكسيي وعن علمه ماذا عمل به روح هذا علم برتي علمي وحوي سيد الرموجد بسي وحوي دك ما جارزي وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق مالك أصدق لو سألت بلي هاي وحوي ماش عاد مالك كك أنت مركه هرة إيوه مالك أصدق ماش عاد كوب حسي لبس سؤال بس قولي مركه ففاين تاتان وقول قال وقول لا بنا روح بنامك وحنا صعنا إلى سبحانه وتعالى مركه أبو ري عمرك أمدن وحو دحيا لحدن إلا تدواتن أرن أرن أنو أن شيء ما والنبي صلى الله عليه وسلم يا يري أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يجاوز ذلك وحو أمد دي عمرك وحو دحيا لحدن إلا تدواتن أمد كستان عمرك وحو لو قياسا عمرك النبي جيدا هيا لو قياسا النبي صلى الله عليه وسلم وحو كدنتي صلوات الله وسلامه عليه لحدن يسد حسنه أمدي هوري إنغو ري نبي الله نوح inta uu daacwada kale u tagnaa waxa 900 iyo konton sano ayuu dadku lahaa ayuu dadku ku lahaa ana ibudullaaha macna waxa weeye waatiicu ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeye asaga caabuda asagana taaca 900 iyo konton sano cumrigiisu ma qoo aha allahu aalam culimada tafasiir farbadan laga bixiyay laakiin inta uu daacwada ku jiray kale 900 iyo konton sano ayuu dadku ilaahay ugu yeeray marka cumrigaaga markaad fiirisid adig ruux binaamka waxa loo abuuray wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun ruux binaamka waxa loo abuuray aslan waxa weeye waxa loo abuuray cibaado loo abuuray marka markii macna waxa weeye ihsaayaat iyo macna waxa weeye iyo xisaabin loo galo ruux binaamka waxa isku ittifaaqay 24 ka saac waxa qabsataa macna waxa weeye la qaybinaya 8 saac waxaan la soconaa dadka intiis badan waa saaxdan 8 saac ruux hurdi kaga tagta 8 ساعة واحد كذا تجلس شقق روح الشقية معنا واحد وصباح الشقق تجلس قلبتين واحد وي صار روحة مركب واحد وي لحية طبعا ساعة شققكم اللي هذيك بحكو صار دي 8 ساعة مركب 8 ساعة واحد وي إلهي سبحانه وتعالى ما قال على حسابنا معنا القيامة أكونت لوجو معنا لوجو صار يا وميزانك لوجو صار يا روح بنام كا نلشي سدنا وبدلي كرا عباد وبدلي كرا حديقه ونيودوي حديثك إنما الأعمال بالنيات النبي صلى الله عليه وسلم وحوية علماء قاركوا وحكوت المامين إنه يقولك ما ربع الإسلام إسلام كأفر مال المال إنه يقولك ما يجوك قاسين سابتوه روح أعماش هي سرنا وحو بدل كرا عباده وبشرط إنه نيوده شقلا شقين يسوي حسوا بدل كرا عباده هذا نيوتي جيف كأد جيفتيد يهردده وحسوا بدل كرا عباده وهذا نيوتي شرطي
marka sidee isugu bedeli kartaa ruuxa horta wuxuu ka shaqeynayaa marka hore waa inay xalaal tahay hadaan macnaa waxa way qaybta 8 saac ee shaqada ku soo noqono ruuxa waa wuxuu ka shaqeynayaa waa inay maxaa tahay wax xalaal ah waa inuu ka shaqeeyo waxa way maalkiisa meesha ku bixinay waa inuu yahay wax xalaal ah ruuxa macnaa carruurtiisa nafaqeynayaa naftiisa nafaqeynayaa hooyadii aybii nafaqeynayaa qaraabadiisa nafaqeynaya waxaasoo dhan waxay isu bedelaysaa cibaada isu bedelaysaa sababta nabi sallallahu calayhi wasallam waxaa la yidhi maxaa dirhamkee macnaha xoolahayga dirhamkee ugu khayr badan markaas wuxuu yidhi dirhamka naftaada ku bixinaysid kee ku xiga ka carruurtaada ku bixinaysid nabi sallallahu calayhi wasallam suraacan ka waalidiinta lagu bixinaya ka qaraabada lagu bixinaya waxaasoo dhan waxaa weeye ajir gaalo laakiin bisharti subaxda markaa ka lahaysid waa inaad niyeysan tahay inaad u socotid macnaha waxaa weye shay cibaado oo xalaal ah waa inaad u socotid marka 8 saac ee shaqada shaqeynaysa macnaha dhibaatooyinaysa waxay isu bedelaysaa cibaada isu bedelaysaa accountigaaga iyo miisaanka aakhira ayaana kuu fulaysaa 8 saac hurdada ah ruuxa markuu seexanayo waxaa jira aadaab loo seexdo iyo aadaab hurda ayaa jirta waxa weeye inuu ruuxu weyse ku seexdo habeenku markuu seexanayo adkaarta inuu akhriyo inuu niyeysto inuu salaada subax u toosayo waxaa marka intaasoo dhan markaad waxa weeye aad ku talagashid cibaadadaada daqiiqad kasta waxay isu macnaha hurdada daqiiqad kasta waxay isu bedelaysaa cibaada isu bedelaysaa 8 saacee kale markaan xisaabino guud ahaan ruuxa bini-aadamka waqtiga kaga baxa salaada innaga dee cibaada kaada ma jirta badane salaada waxa kaga baxa markaan fiirino maalinka dhan marka la isku soo celiyo 5 salaad marka la isku soo celiyo salaad kasta waxay u baahan tahay 6 daqiiqo keliya isku dardar xataa haddaa macaawiisada ku dirtid waxa weeye waa 10 daqiiqo salaad kasta marka waxa weeye waa 6 daqiiqo 1 saac keli ah waxa weeye cibaadadii salaada 1 saac keli ah marka waqtiyaashii kale maxaad uga faa'iiday waxaa looga faa'iidi karaa talabal cilmi macnaa ruuxa cilmigiisa inuu waxa weeye asaasiyaadka barto waxaa jirta masalo la dhaho maa laa yasacu lmuslimu jahlu ruuxa muslimka ah waxaa jirta masala uusan marnaba jahilnimo loogu cudurdaarin weliba khaasatan waqtiga hadda la joogo waxa weye asaasiyaadkii salaada sida loo tukado sida soonka zakada xajka waxyaalahaasoo dhan asaasiyaadka islaamkiisa hadda adduunka dhan waxa weye waa furmay teknolojiyada furantay daqiiq meel kasta ka heli kartaa marka waxa weeye inuu barto asaasiyaadkii cilmigiisa cilmiga kale hadda ku shaqeyno ama xisaab ha ahaado ama injineer ha ahaado ama dhakhtarnimo ha ahaado ruux hadduusan garanayn shaqada horeba lama siinayo haddii uu laakiin yaqaano oo saxun u isticmaala iyadana waxa weye waa dhibaato kale marka cilmiga sharciga ah waxa weeye shardi maaha inaad ku noqoto mutakhasis ama waxa weeye aada meel fog ka gaadhid laakiin wixii cibaadadaada iyo asaasiyaadka ku saabsan waa waajib qof bini-aadamha loogu cudurdaarayana waxa weye ma jirto marka cimrigiisa kaas weeye shabaab waxaan shabaabii fii mablah dhalinyarnimada dhalinyarada nicmo ilaahi subxana wa tacala ruuxa siiyay intuu qofku yar yahay waxa weeye waa wuxuu baahan yahay kaalmo in la daryeelo si uu soo gaadho macnaha waxa weye marxalada laga doonayay markuu weynaadana dhammaantii waalidiin baan lenahay ruux markuu weynaado awooddaa ka tagaysa vitaminaadka jidhkiisa ka yaraanaya difaaci baa ka yaraanaya asaga wuxuu baahan yahay kaalmo kale marka inta dhalinyaradii yahay ruuxu waxa waa nicmo ilaah subxana wa tacala siinayo culimmadu waxay dhaheen dhalinyaranada xag maxaa lagu qiyaasi karaa culimada qaarka waxay leeyihin 15 laga bilaabo ilaa iyo waxa weeye 10 qaar baa 6 gaadhsiinaya aduu khilaafaadka u dhexeeya culimmada laakiin waa ruuxa inta awooddiisa waxa weeye si fican u shaqeynayso nicmada ayada ahaana ilaahi subxana wa tacaala ayaa waxa weye ku weydiinaya maalinka qiyaame iyo waxaad ku isticmaashay haddaad dhan xun u isticmaashay iyo dhan fiican haddaa u isticmaashayba waxa weeye midda kale wacan cilmihi maadaa camila bih ruuxa saan sheegnay cilmiga loogu baahay inuu cilmigiisa asaasiyaadka barto marka hore waxaa laga rabaa inaad ku camal fashid waxa weeye mar labaadka waa inaad gudbisid balliquu canii walow aaya nabi sala allahu alay slam wuxuu leeyahay war dadka ii gaadhsiiya xataa aayad allah ka dhigee xadiidka aad maqashid waa waxa weye dadka inaad sii gaadhsiisid dadka qaarkii waxa laga yaba waa cilmi mali aniga laakiin waxa weye kuwo kaa daran baa jira marka waxa weye gaadhsii hadda faa'iidada hadda teknolojiyada cusub iyo social media uu leeyahay ruuxa wax uu isleeyahay waxa weeye wax weyn ma gaadhayo hal xadiid markaa sheegtay waxaa laga yaabaa inay intaasoo qof ishtiraak ku samayso waxa weeye 1,000, 2,000, 3,000 oo qof inay waxa weeye hal mar dhegaysato ayaa laga yaabaa ama waxa weye youtube-ka la geeyo ama waxa weye social media kale noocyaasha kiisa kale hala gaadhsiiyo wacan maalihi min ayna iktasaba wafiima anfaq maalka waxa weye si gaara loo fiiriyey adduunka waxa weye nolosha qawaam alxayaat baa la dhahayo waxa weye nolosha hadduusan maal lahayn waxa weye ma soconayso cid kastana waxa weye taas tafsiir uma baahno marka asaga laba su-aalood buu leeyahay maalinka qiyaame
مال كان سجها حقيقة كنتي مجد حرالة كنتي مسجد حرانا إسلام كمرك اللي هم معناه وحوي جدك حرامته ممنوعوي مال كان لقى كانوا نوع كسب هذا ممنوع السوقية هاي وحوي إله سبحانه وتعالى وحوي رالك ماه مرك مال كمرك هراد معناه وحوي شقها داجد وأنا سكفير الشقة أنا وحى كشقة نسمى حلال با مسوى حرام تلك قارئ وحى لقى بظروف أستي وحى سنو إنه فيريو إله سبحانه وتعالى إرزاق هذا سجى بحية مالك هو إذا عروش إذا كجرتينا أيال لقري أربع معناه وحى أفرت الشيء اللي قروحة كم ذا بكتب رزقه روحا بن آدم كأه مركو للشق إلا وكد ما نقول عون لها هو يدي على وش إذا سوى كجرة أيام مضمون ويا وحى ولا بلان قاضي مركا سوابت ما كان قدس مركا قاركوا حلاقي أبا شقاء إنه إلى كده قو قدر مركا قاركوا حلاقي ده إنه مراكن كده قو مركا قاركوا حلاقي سوابت إلى كده قو أسبابت ما سخلاف يسمى وينه رزقه لجو قري وحى ويسدي بو قرية مركا وحى ومن هناك تسبى وفي ما أنفقه وحى وحى مركا تشد مالك أسقها دتي أنت سبنا وحى مركا مالك هلان مالهم بقى وكم بحيان بقى ولو خاصة مال فرب مركو هلا مركا مالك أسقى أها حاجاتك بحسي سؤاش أيضا وحوي وسؤاش آخر السويدينية وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحلا إذا كرر بعض ذلك كلا دواء إسبرتين وريش شيك شيئا مركا ديست مقعيدين إيو نوشيغا أبو كران كبلاوي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دمان حالي أبو بكر بشير نحايد أن يرد مريكم كتمد ماشان حاجة هال سند إيبر مريكا وحاكا شقية آي تي سيكوريتي مريكا آد بقى أمو مهد سنة ماشان مجلس كنينو جرو وآدي آد أن يرد أن إيو مروا لي بقى وحيا بقى ما لأيو شاكيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مجيء عبد القادر محمد حسن وحكيم يا ذي أرض ودن هندية مدة حتى أشوفه مشان ولورت حكتشرا على شقراز حكتشرا شقين كلا ير من لا ولا جهلا لكن لا هذا شقف ولا ولي مهلين إن شاء الله إنها لا كرة شوين هاي وحادو كفر حسن هاي عبد المالك وسوشيال اكتيفيتيز كان انا ما انت لو كلمه مد بدن فيسبوك ميل كلا لا ارك جري يا اصحاب تكر دمانت انا كفر حسن هاي مجلس كان انا ما انت ماده شكرا بسم الله والحمد لله والثناء والصلاة على رسول الله والله يعني وحالي إبراهيم أحمد محمد بلغ هذا إمام بان إمام خطيب وإمام بان كاهي مسجد كويا للدوحة أنا وحان وفر حسنا خيارتم أنا قارن هوري وقارن قارن أن هذا برتي إنا كلا سوقي بقالوا كلمة ده وناكسن إنتي مارتي وحنوفة إذي سيعوا لنا أدبان وقوم هذين إن شاء الله معرفة ذلك إن شاء الله أنت هذا هو تعريفك أول كهو أنسبراندونا وجزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم انتاس إن شاء الله بإذن الله نقل سعوتي الودين ما هذا علينا جزاكم الله خير إن نقل سعوتان وقتنا نسيسان وحوي إن شاء الله وحفله يعني كفى إذا ستين وهذه فكرتك قادتين طيب كم إذا معي برشاد الصومالي ضايق كل غن دوحة قطر يو قطر بودهان بكل غن وحلا يا بني مقالوا يمكن كاول كلام يقلفتوا ذو أيها الكلام كوكل من سمعها وحنو شيء نتذكر نقص بيري مرة بعد وها برنامج كان كل عن ك سمعها وقار كم إذا بشدة سومالي ذا كل غن قطر يعني ما كو كل ما كل غدا أو أي ما هاي سكو رئيستان سكو حق رئيستان ما دام أي تطلعات كوردن أي كلام غيهن كفوا ما هاي كل ما ذا ما هاي سياسة دا وأنا ما هاي وحس بيه يوحلا حليلة وحوي أنا جاي غدا نو بيردن وهاي إنه لقى ذي إنه وقت لقى ذا إنه وأنا إنه
يعني وقم هذا علينا إن شاء الله بإذن الله الكريم كلهم بلارن بإن شاء الله شري دونا دان شاله دونا جودهان مع الله قاضن دونا هل كاسة واحد إنه هنا ندون إنه مرقرة أن سيدي إنه وش هيجنا أن كل هذا الله تذكي أو مع غيبه كلا دونا وإما كان تروين قارب إنه هاي ده سيجارة وكل أنت لكن مرقرة مظل بلارن بإن شاء الله دونا إنه أن كل هذا الله بعد ما سنتي هنا دنا لسعتان يجونا وبنسيهين على إن جزاكم الله خير وينو يبركله يكون النوع سوكلا السلام عليكم ورحمة الله.